تتوجه المرأة الصعيدية إلى اختيار القفطان الوهراني أو التلمساني، حيث يعد القفطان خيارا مفضلا لدى المرأة الصعيدية في يوم العيد. نلبسو حنا القفطان ندوه للعروسة ويلبسوه عندنا في تقاعداتنا وتقاليدنا، باسكو معروفين حنا بالقفطان وبالعباية القيمة كما يقولوا، يدوها للعروسة يجدوها للكناين يلبسوه. وبورتو كاع رانا نعيدو كاع ما عند بوعزة شو، باسكو بري شباب ومعاملة زينة. المرأة الجزائرية تحب القفطان بزاف، بغيت جيت أنا وعائلتي باش نجي نعيد بالقفطان. بقلب مدينة صعيدة يشهد هذا المحل توافدا كبيرا من قبل النساء الباحثين عن الأسعار المناسبة. هنايا المرأة الصعيدية لا ماجوريتي تبغي تعيد بالقفطان، قفطان تاع الوهراني وتاع التنساني، عندنا الإقبال والسومة تاني ما شاء الله. المسكين يلبس وعنده الأسعار منخفضة، لكن في بمناسبة عيد الفطر يزيد ينقص من الأسعار، يعني داير مبادرة اللي ما كاين اللي ما عندهمش الدخل الضعيف، دايرها مبادرة باش يساعدهم. القفطان السعر تاعه اللي يدير 8000 دينار، عندنا حنا يدير 3000 دينار. تشكيلات متنوعة للألبسة التقليدية والعصرية، إلا أن لباس القفطان التلمساني أو الوهراني هو خيار المرأة الصعيدية الذي يعبر عن تراثها وهويتها.